الدبلوماسي للعبارة التالية هذه اللي أصدرتها وزارة الدفاع الأمريكية، تقول نحن لم نساهم في اعتقاله. هذيك لازمك تقرأها حرفيا وفيها كل شيء، يعني لم نساهم معناها ممكن نراه غيرنا اللي عمل العملية، معناها ما كذبوش العملية مثلا. ولكن على كل حال هم يقول لك احنا علاش، هم راهم عندهم قوانين مثلا، وفي امريكا ما يلعبوش. لكن وقت اللي يعملوا عملية كما هذه ساعة ما يهزوش للتراب الامريكي، حطوه في شير اخرى، في بابور، في كذا كثر فهمت ولا. دونك الان هما لا نفاو ولا ايدوا، هذا البيان الدبلوماسي كما تقول، خاطر برشا الناس ما يقراوش الامور الدبلوماسيه فهمت ولا. هذيك هكا شو يبقى؟ يبقى سي ابو عياض، لو كان احنا في تونس حبينا نوقفوه رانا وقفناه، بل بالعكس جاتنا ظروف في وقت الامور الامريكيه تاع سفاره امريكا، وكان موجود وعطاهم تعليمات قالوا خليوه، هذا وقع. ثم جات حادثة بدون تجني، هذيك هي بدون تجني، هذا واقع معناها. بقى عندهمش عليه حجة وقتها ولا ما عندهمش، إذا كان وقت من وقتها مش فاهمين وين ماشية الأمور يا أخي بك المسحة.